كيفاش نخدم؟ يجي المكلف العام يلزمه يفتح الملف خاطر هو صاحب الشركه هو المتضرر ويقول هالملف هدايا فيه كذا 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 كذا، وانا نطلب سيشيلو اللي هو مقابله بحضور هيئه الشبه القضائيه اللي هي هيئه تحكيم المصالحه منتصبه قدامهم، يا خويا انت هالملف هذايا وينه وجه الانتهاك؟ خاطر راهو باش تبداو زاد الامور واضحه. راهي دولة القانون معناها كل واحد ياخذ حقه، مش على خاطر سي شيبو منسوب اليه انتهاك وهو معترف بالانتهاكات، انا باش نحطه جملة وتفصيلا قائم بالانتهاكات، لا، ثم قانون، ثم حق، الشيء اللي عملوا عملوا، اللي ما عملوش ما عملوش، وهو جاي زاد باش يدافع على ملف، باش يقول راهو الحكاية هذيا، راهو عندي ما يثبت اللي هي ليس لها سند، وجاب ملفات، وعنده مستندات. من جهة أخرى، المكلف العام يزمو يقول هذه مش مقتنع بها وكذا وكذا. شو اللي صار على التوخير سيدي؟ المكلف العام وخر الجلسه الاولى وزاد وخر الجلسه الثانيه وزاد وخر الجلسه الثالثه. هنا خلطنا للاجال القانونيه المفروض نعمل البند. جاء المكلف العام اللي طلب. المكلف العام طلب وسي شيبو وافق. وافق على شهر. المكلف العام طلب ثلاثة شهور. هو اللي طلب التوخير. مش سي شيبو، سي شيبو قلنا له من المصلحة أنه توافق لنا على الأقل على شهر، الشيء اللي أدى الهيئة أنها تعدد إجراءات خاطر كانت على ثلاثة شهور مسكرة أكهو، عدلنا إجراءاتنا وسمحنا إلى إمكانية بفصل 22 نأجله لمدة ثلاثة شهور أخرى، لكن مش شهر بمرة، نعمل مش شهر بشهر، وبعد هالتعديل هذايا وافقت الهيئة على التمديد بشهر. ثم نفس الشيء صار، يجي المكلف العام يقول زيدوا اجلوا زيدوا اجلوا بدون فتح الملفات، هذه المشكله اللي صارت. باهي اجلوا لكن ابدا فتح الملفات، هو عندك ابدا ابدا. قالوا يلزمنا خبير، قلنا له اوكي برا نمشيو نجيبوا خبير. بعد تاجيل تاجيل جاو قالوا لا احنا ما عندناش الميزانيه باش نعملوا خبير. كفلت الهيئه قالت باهي مش مشكله. الهيئة ستتكفل بتكليف خبير، خاطر مش سهل الملفات هذيا راهي تاع الفساد مش سهل الكل، وشرعنا في ذلك، إجا نكملوا نخدموا، باهي مانيش باش نقول الباقي خاطر موضوع تاع حوار بيننا وبين المكلف العام، لكن التوخير ما جاش لا من جانب الهيئة ولا من جانب المنسوب إليه الانتهاك، جا من جانب المكلف العام. الشيء الأكيد كما قالوا سي خالد يوم 5 نوفمبر شتي البرد ما عادش عندنا. النقطة الثانية نحب نوضحها لكم أنه هذه الآلية تقوم على النجاعة والمردودية والسرعة. بمعنى احنا لأن احنا محكومين بوقت، عندنا 4 سنوات قبل التمديد بسنة، عندنا ملفات تتعلق بانتهاكات فساد مالي واعتداء المال العام، الملفات هذه تعذر إيجاد حل لها لدى القضاء، تعذر استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، لم يبقى إلا آلية التحكيم والمصالحة في مصالح العدالة الداخلية باش نرجعوا بها الأموال المنهوبة، باش نرجعوا بها الأموال المجمدة، باش نحلوا بها مشاكل رجال الأعمال المجمدة أموالهم والصادرة عليهم بطاقات إيداع أو تحاجير سفر أو أي تدبير احتراز، وهذه الآلية كذلك تستجيب إلى حقوق الضحايا بما أن الأموال المتأتية من اتفاقيات تحكيم ومصالح وقرار نهائي سوف يتم إحالتها إلى صندوق الكرامة للتعويض في المشروع، وهي تستجيب كذلك لكشف الحقيقة الليادية بحكم أنه في الإجراءات اللي عندنا في الهيئة كلها تقوم على التصريح التلقائي والإدلاء بحقائق مقترفه من انتهاكات فساد مالي، وتستجيب كذلك لإصلاح المؤسسات. بالتالي في هذه النجاعة ونحن نعتمد لذلك تم تضمين هذه المبادئ بدليل الاجراءات اللي اعطيناه نسخه بين ايديكم. هذا الدليل هو دليل نافذ قانونا وهو دليل مرن، بمعنى انه تم تنقيعه تقريبا 6 مرات منذ نشره في جويلي 2015 واصبح نافذ المفعول، وبقدر ما نتعرضوا من صعوبات عمليه بقدر ما نقحوا، وهو دليل مرن لا يمكن بالتالي يعني هذا يهم عمل الداخلي للهيئه ويهم التسريع في فض الملفات
دون تعطيل مع ضمان حقوق جميع الأطراف القانونية.